العالم كله النهارده بيشيد باجراءات مصر. جماعه الاخوان الارهابيه خسرت ما بين 15 ل 18 مليار دولار. نقطة الغلاء ومسألة تحرير العملة، هل ده خطوة إيجابية وتوقيتها سليم؟ التوقيت ده متأخر 20 سنة. من علمك هذه القسمة الجائرة؟ تعلمنا من تراب مصر ومن آباء مصر الحقيقيين إن لازم نمشي راسنا مرفوعة وناكل زي ما سيدنا النبي كان بياكل 3 سنين ورق الشجر. صندوق النقد يا صندوق، الحقني في عرضة كلشني بطردة، ارتع في بلادنا واعتبرها عرضة. معروف عني لا أنا لا أناظر ولا شاب تحدي.